الحمد لله احنا عاملين الاختبار بشكل كويس طبعا, والناس كلها شايفه التنظيم وقد ايه بنتعب. واحنا طبعا في نفس الوقت برضو بنشفق على اللعيبه واولاء الامور, واحنا كمدربين طبعا الوقت بيبقى صعب شويه, وكل ما بتخش طبعا بتدخل على الساعه 1 او الساعه 2 3 الجو صعب شويه, بس احنا طبعا احنا جايين عشان نخدم الناس ونخدم النادي الاهلي, ان كل واحد ياخد حقه في الاختبار. بنعمله الاختبار طبعا بحياديه تامه, ان الولد ما فيش لعيب يقدر يفلت مننا ان شاء الله باذن الله. اللجنه طبعا كابتن فرحي مبروك طبعا وكمدير قطاع ناشئين, واحنا طبعا مساعدين معاه, بنحاول بقدر الامكان ان احنا نركز مع اللعيبه الموهوبين اللي هم ممكن يفيدوا النادي الاهلي في الموسم الجديد للاختبارات. يمكن دي تاني مره نسجل مع حضرتك, وحضرتك شايف ان في تعب جامد جدا وجو وحش, مشقه بالنسبه للمدربين كلهم, لكن ان شاء الله يبقى الامور احسن ان شاء الله, ويبقى في اختيارات كويسه تناسب الفرق عندنا السنه دي ان شاء الله باذن الله. اول يوم وثاني يوم وثالث يوم كان السن الصغير 2006 2007 2008 2009 اعداد كبيره جدا, يعني يمكن الثلاث ايام دول يمكن تجاوز ال 5000 او 6000 لاعب, ظهر منها مواهب جميله, يعني مواهب كتير في السن الصغير في 2009 و2010 و2007 و2008 ما شاء الله, يعني حاجات مبشره لدرجه ان في اولاد من اول اختبار اتخذوا يعني اتصلوا بولي الامر وجي ووقع الاستمارات, فمواهب كتيره. بالنسبه للمراحل السنيه الثانيه اللي احنا بدانا فيها من يوم الثلاث, هنستمر فيها 3 و4 و5 مواليد 2002 و2003 و2004 و2005. انت عارف اعداد كبيره برده جدا, بس في السن ده برده بتبقى المواهب قليله, يعني احنا بنحاول نتعب معاهم. فالكابتن فتحي حاطط لنا مقاييس, وكابتن تامر حفني وكابتن جمال السيد مع المدربين عامه, بنبدا الاول نبص في السن الكبير ده على الناحيه المهاريه, بنبص على الناحيه البدنيه, بنبص على شخصيه اللاعب في الملعب, طريقه الوقوف, طريقه التمركز بتاعه. ممكن الكره ما بتجلوش, بس من مجرد جري او من مجرد باص يعني بيتم اختياره. اعمار كل ما تكون صغيره فرصتها بتبقى افضل هنا عندنا في النادي, 2009 2010 2008 2007, لكن الاعمار كل ما بتزيد كل ما الموضوع بيبقى صعب, لانك بتبتدي في الاخر في التصفيات النهائيه تقارنه باللعيبه اللي عندك. لو ما كانش اللعيب قريب من المستوى اللي عندك, مستوى الثاني حتى اللي عندك او البديل اللي عندك, فانت هتاخده ليه؟ فالموضوع بيبقى صعب بالنسبه للعيب عنده مثلا 16 سنه 15 سنه جاي اختبارات, بيتقارن باللعيب اللي عندك, وانت في النادي الاهلي عايز لعيب مميز, مش عايز لعيب في لعيبه كويسه, لكن انت عايز لعيب مميز في النادي الاهلي. بنشتغل من 7 الصبح لغايه الساعه 3 العصر. يمكن طبعا اللعيبه طبعا في مصر كلها يمكن امنيه حياتها تخش تلعب في فرق النادي الاهلي في قطاع ناشئين. يمكن احنا على اكمل وجه يمكن دايما مصحصحين ومتنبهين ان ما فيش موهبه حتى تعدي كده من غير ما ان شاء الله تبقى موجوده ان شاء الله عندنا. احنا تحت خدمه النادي الاهلي وخدمه الاولاد اللي جايين الاختبارات, وخدمه اولاد الاعضاء والاعضاء, وخدمه وزمايلنا هنا عاملين مجهود جامد بصراحه ربنا, والمدربين والجهاز والكابتن فتحي والكابتن اكرامي والكابتن جمال والكابتن تامر وجميع جميع المدربين قايمين على اكمل وجه.